عبارة عن فد نبذة مختصرة عن تشخيص الفيروسات وتشخيص الفنجاي وتشخيص الباراسايت. هل التشخيصات هذول الثلاثة، نحن أخذنا تشخيص مجموعة من الخلايا البكتيرية وركزنا عليها، وكل مجموعة أشياء ممكن نتعامل معها وأخذتها بالعمل أيضا، بس هسه راح ناخذها بشكل الفيروسات. يمكن الفيروسات إذا قرأت المحاضرة راح تلاحظوها أن الفيروسات مطول شكل يعني شرحه أكثر، كونه هو دخلته بينه أول موضوع حتى يعني يشمل بقية المواضيع. يعني أنت إذا تريد تجي تشخص على مستوى السيرولوجي، على مستوى السيرولوجي اللي راح تشخصه نفسه تشخص الفطريات، نفسه تشخص الباراسايت، نفسه تشخص البكتيريا، ما عندك اختلاف. الاختلاف فقط راح يكون على مستوى الكت المجهز من شركة معينة. هذا الكت يستخدم فلان انتيبودي، هذا الانتيبودي يتفاعل مع نوع مخصص متخصص، نوع سبيسيفيك من الانتيجين، فقط هاي العملية اللي راح تكون مختلفة. اما كمبدأ عمل هو مبدأ العمل ثابت. بس نبدأ بالمحاضرة إن شاء الله، وكذلك المواضيع اللي تعتمد على التشخيص والاعتماد على الدي ان اي او الار ان اي نفسه مبدأ عمله ثابت، ما راح يختلف ما بين الفطريات، ما بين الباراسايت او البكتيريا او الفيروسات، ولكن فقط اللي راح يختلف عندك المواد الاساس والمحاليل وهاي التفاصيل اللي تجي اصلا مجهزة من قبل الشركات. وغالبا يعني يكون النظام هو اوتوماتيك، يعني خاصة بالنسبة لاجهزة الدي ان اي، التشخيص الدي ان اي. فإن شاء الله نبدأ هسه بتشخيص الفطريات، عفوا الفيروسات. التشخيص العام بالنسبة للفيروسات طبعا راح يحتاج، حتى تشخص نوع من الفيروسات راح تحتاج في الغالب أقل شيء فحص أو فحصين حتى تتأكد تشخيص نوع من الفيروسات. في الغالب بعض أنواع الفيروسات تحتاج جايز أكثر من طريقة، أو تحتاج يعني طرق لتأكيد التشخيص مثلا. فهاي كلها ممكن نستفاد منها إن شاء الله خلال هاي المحاضرة. A wide variety of samples can be used for virological tests. The type of sample sent to the laboratory often depends on the type of viral. طبعا انت من دي تجي ترسل عينة للمختبر لازم هاي العينة يعني تعرف اشنو نوع الاصابة اللي محتمل ان تكون، بالاضافة الى نوع العينة اللي انت عم ترسلها او نوع الفحص اللي تحتاج لتجرينه هذا الفحص. هاي كل الامور لازم تثبتها يمك قبل انه تجري، قبل أن تجري الفحص. لأن أنت إذا تحتاج مثلا تجري اختبار مثلا لتشخيص الانتيبوديز، اختبار الانتيبوديز ما راح تبعث عينة تيشو مثلا، وإنما راح تبحث عينة، لازم تكون عينة سيرة حتى تجري عملية التحري عن الانتيبودي. بالنسبة للدي ان اي ممكن اي نوع من العينات يمشي مع الدي ان اي. بالنسبة لل اوكي بالنسبة لل مثل ما ذكرنا الميكروسكوب، الميكروسكوب خاصة الاميونوفلورسنس مايكروسكوب، هاي من التقنيات المناعية أيضا بالغالب راح تمشي معها تقنيات العينات اللي لازم تكون تشو حتى تثبت على أساس التشو مثبت عليه اوريدي الانتيجين المسبب للإصابة. أنت راح بس تتعاملوا مع الانتيبودي المجهز من شركات يعني تجارية، وبعدها راح تتحرى عنه. هسه إن شاء الله كله تنشرحها. فقبل أنه تجمع العينة من موقع الإصابة، أنت لازم تتنبأ نوع الفيروس اللي ممكن يكون مسبب للإصابة، طبعا بالاعتماد على أعراض الطبيب راح يعني يميز الأعراض، وممكن يتنبأ مثلا هيباتيتس بي، هيباتيتس سي، اي، هاي حسب نوع الهيباتيتس مثلا، بالإضافة إلى نوع الفحص اللي أنت تحتاجه قبل ما تجمع العينة. The proper sampling technique is essential to avoid potential pre-analytic error، حتى تتجنب أي خطأ أو أي خلل ممكن يحدث عندك نتيجة الفحص، لازم تكون عندك هاي المعلومات الأساسية اللي هي نوع الفيروس المسبب للإصابة بالإضافة إلى نوع الفحص اللي أنت تحتاج تعمله. أنواع العينات اللي ممكن تاخذها حتى على أساس تشخص الفيروسات، طبعا كل أنواع العينات ممكن تمشي عندك في تشخيص الفيروسات، ما مثل الفطريات والباراسايت. الفطريات والباراسايت أنواع عينات نوعا ما محدودة وسنتطرق لها ان شاء الله، بس الفيروسات تمشي معها كل انواع العينات مثل الناسوفارنجيال وسواب اللي هي مسحه من منطقه البلعوم الانفي، البلود سكين سبيوتم او برونجيال واشنج، يورين، سيمن، فيسز، سيريبرو سباينال فلويد، تيشو او بايوبسي، درايد بلود سبوتس، نيسل ميوكوس فور رينو فيروس فور اكزامبل. تقريبا الفيروسات المسببه لالتهابات الجهاز التنفسي خاصة الجهاز التنفسي العلوية غالبا تكون عيناتها نيسل ميوكوس اللي هي المحاط الأنفي، ممكن أيضا يفيدك في تشخيص الفيروسات. بينما هاي العينات ما أنت تقدر تستخدمها لتشخيص الأمراض الفطرية أو الأمراض الطفيلية، ممكن بالأمراض الطفيلية فقط تعتمد على البلد، على الستول، على التشو،
ولكن بقية أنواع العينات المذكورة هون ما ممكن تستخدمها حتى تحصل على نتائج تشخيصية بالنسبة للطفيليات أو بالنسبة للفطريات مثلا. فيروس ايزوليشن، ماني فيروس كان بي جرون ان سيل كلتشر ان ذا لاب. عادة انت من تاخذ عينة من اي منطقة مصابة، سواء كانت مثلا عينة سي اس اف، من تاخذ عينة من السي اس اف حتى تشخص نوع الفيروس المسبب للإصابة، احيانا تركيز الفيروس او لود الفيروس الموجود بهالمنطقة هاي كلش قليل، ما راح يأهلك انه تنطي نتائج دقيقة ونتائج صحيحة 100%، واحتمال يطلع نتيجة نيجاتيف. فايش نعمل غالبا؟ غالبا ننمي الفيروس داخل المختبر او نضاعف الفيروس داخل المختبر حتى يتكاثر عدده، حتى بالتالي تزيد عندك كمية الفيروس اللي ممكن تنطي نتائج موجبة، تنطي نتائج دقيقة ادق مما تكون مباشرة من سائل سي اس اف مباشرة تتحرى عنه بالطرق المناعية مثلا. هذا الحكي ينطبق على منو؟ ينطبق على الفحوصات اللي ممكن انت تشخصها باستخدام الميكروسكوبي، طبعا باستخدام الصبغات يعني الميكروسكوبي، او باستخدام الطرق المناعية. اما باستخدام البي سي ار، بس البي سي ار هو اوريدي عم يعمل يعني ماني كوبيز من الفيروس، فما راح تحتاج انه انت تحقنه داخل السيل كلتشر بالمختبر او تحقنه داخل بيض الدجاج المخصبة، ما راح تحتاج هاي الخطوة مباشرة، تضاعف الدي ان اي بالبي سي ار. اما الطرق المناعية اللي ذكرناها نحتاج أحيانا نكثر عدد الفيروسات حتى على أساسه نبدأ عملية التشخيص، ولازم يكون التشخيص دقيق بحيث تكون كمية الفيروس كافية حتى نطيب تشخيص دقيق ومضبوط 100%. To do this, the virus sample is mixed with cells. راح تخلط أو تمزج الفيروسات مع cells. عادة cells لازم تكون specific بالنسبة لهذا النوع من الفيروسات. هاي العملية تسمى بالadsorption. After which the cells become infected and produce more copies of the virus حتى تنتج كميات كبيرة من الفيروس أو نسخ متعددة منه. Although different viruses often only grown in certain types of cells, there are cells that support growth of a large variety of virus and are a good starting point. مثل ما ذكرنا قسم من الفيروسات ممكن تنمو أنواع مختلفة من الخلايا، قسم منه وعدنا already عدنا يعني سيل كلتشر ممكن تدعم نمو مجموعة واسعة من الفيروسات، بس بعض أنواع الفيروسات لا تكون جدا سبيسيفيك وتحتاج ل لاين خاص من الخلايا حتى تنمو عليها. Other virus may require alternative methods of growth such as inoculation of embryonated chicken egg. سامعين بهاي الطريقة أكيد كان أختمها بالفيروسات. المثال عليها هو فيروس إنفلونزا الطيور. هذا الفيروس ممكن نحقنه داخل بيوض الدجاج المخصبة. بيوض الدجاج المخصبة هي تحوي على الجنين، جنين الدجاجة. هذا الجنين هو عبارة عن خلايا حية، هاي الخلايا حية تكون بمرحلة نمو، فمجرد تعمل حكة بسيطة على سطح قشرة الدجاجة، حكة بسيطة على سطح قشرة الدجاجة، تحاول قدر الإمكان تعملها ثقب كلش بسيط بهالحكة هذا، انت يعني تحك القشرة اي يحدث فيها ثقب كلش بسيط، بعدها تبدي تحقن عينة الفيروس بإبرة الإنسولين، تحقنها داخل جنين البيضة. بهالحالة أنت حاول قدر الإمكان تتجنب عملية كسر البيضة حتى لا يحدث تلوث، تحقن بإبرة الإنسولين، تحضن تقريبا 24 أو 48 ساعة حسب الوقت المطلوب، راح يتضاعف الفيروس داخل جنين البيضة، وبالتالي راح تحصل على نسخ متعددة من الفيروس. بعدها ممكن تكسر البيضة وتحصل على قطعة من النسيج وتشخص الفيروس. أكيد كان مرت عليك هاي الطريقة وكنت اشتغلت ما يجوز بالمختبر زي، أنا ما أعرفش كنا ختم بالفيروسات، بس هاي الطرق كنا نشتغلها يعني نحن من كنا طلاب كنا نشتغلها بالمختبر. مثل ما ذكرنا طرق تشخيص الفيروسات إما تكون طرق معتمدة على الدي إن إيه أو طرق معتمدة على الفحوصات السيرولوجية. الطرق المعتمدة على الدي ان اي تشمل طريقتين، طريقة البوليميريز تشين رياكشن اللي هي البي سي ار تتحرى عن الدي ان اي او الار ان اي الخاص بجسيم الفيروس، او تعتمد قلنا مثل ما قلنا على السيكونسينج. السيكونسينج نوعا ما راح يختلف عن البي سي ار، وهسه راح نتطرق له ان شاء الله. Molecular techniques are the most specific and sensitive diagnostic test. بكل انواع الميكروبات او الفيروسات الطريقة المثلى لغرض التشخيص الدقيق وتكون جدا سنسيتيف هي الطريقة المعتمدة على النيوكليك اسيد. هذه
هاي حال يعني شغلة منتهيين منها. They are capable of detecting either the whole viral genome or part of the viral genome. إما يشخص لك الفيروس يعني جينوم الفيروس بشكل كلي أو يشخص لك جزء صغير part of viral genome. In the past, virus nucleic acid tests have mainly been used as a secondary test to confirm positive serological results. عادة هاي الطرق تكون نوعا ما مكلفة وتاخذ وقت وما كل المختبرات متوفرة، فأحيانا فقط تجرى كاختبار ثاني لغرض دعم النتائج السيرولوجية الموجبة. أنت عندك حالة مثلا هيباتيتس بي أو اتش أي في، ظهرت عندك نتيجة موجبة، حتى يأكد المختبر أنه هاي النتيجة موجبة يأكد الطرق السيرولوجية، لأن أحيانا بالطرق السيرولوجية يحدث بعض الإشكاليات أو بعض الفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف حتى تتجنب هاي النتائج وتكون نتائجك قطعية 100%. إذا ظهر عندك بالسيرولوجيكال تيست بوزيتيف تأكد بالنيوكليك أسيد تيست حتى تنطي نتائج قطعية 100% على أساس يتحدد العلاج المناسب. فالطرق إما تكون مثل ما ذكرنا البي سي آر أو تكون السيكونسينج. البي سي آر معروف وكمرت عليه عدة مواضيع. بي سي آر هو عبارة عن عملية تضعيف الدي إن إي وتكاثره بعدد نسخ الدي إن إي أو الآر إن إي حسب نوع الجينوم بالنسبة للفيروس. هاي التقنيات البي سي آر، هو البي سي آر أصلا يعني موجود ماني إديشن منه، إما يكون ريفيرس ترانسكريبت تيست بي سي آر أو ريال تايم بي سي آر حسب نوع الشركة المصممة للجهاز. can also be used to determine viral load in patient serum. ممكن يحدد لك أيضا كمية الفيروس الموجودة في سيروم المريض الـ viral load. This is often used to monitor treatment success in HIV cases. وأحيانا يستخدم كمونيتر حتى تحدد يعني مدى تقدم المرض بالنسبة للمريض باستخدام العلاجات المختلفة، كمونيتر كمؤشر للعلاج. أما السيكونسينج، السيكونسينج هي طريقة أخرى أيضا تعتمد على الدي إن إي، ولكن الطريقة تكون أدق من البي سي آر وأكثر مور سنسيتيف من البي سي آر، كونها تعمل على تشخيص الدي إن إي أو جينوم الفيروس بصورة كاملة. يعني تستلم جينوم الفيروس تعمل لك منه عدة نسخ من جينوم الفيروس وتشخصه بمستوى كلش سبيسيفيك، حتى لو كان أكو عندك طفرات وراثية حدثت على مستوى الفرد، هذه الطفرات الوراثية ممكن تظهر عندك هالتشخيص هذا عن طريق السيكونسينج. It provides the most information about very small difference between two copies. يعني أحيانا إذا عندك تو كوبيز من الفيروس راح يشخص لك تشخيص جدا دقيق حتى لو اكو اختلافات جدا بسيطة ما بين جينوم فيروس وجينوم فيروس آخر، بالإضافة إلى التشخيص على مستوى الطفرة اللي حدثت لفرد معين. are tested for in order to determine antiviral therapy and susceptibility to infection حتى يحدد لك نوع العلاج المناسب. sequencing will likely become the primary diagnostic tool in the future. يعني هو الطريقة المثلى لغرض التشخيص بالمستقبل إن شاء الله. هذا فيما يتعلق بالطرق المعتمدة على الـ DNA. أما عندنا طرق أخرى تعتمد على الميكروسكوبي based methods، طرق تعتمد على الميكروسكوب. عادة الطرق تعتمد على الميكروسكوب طبعا ما أقصد بها هي الطرق المثلى مثل الخلايا البكتيرية، مثلا عين سمير وصباغة بالجرام ستين وهاي التفاصيل، لا. هون عندنا الطرق المعتمدة على الميكروسكوب هي عبارة عن تشو سامبلز. هذا التشو سامبلز هو يحوي على الانتيجين الخاص بالفيروس او بالخليه البكتيريه او اي نوع من الميكروبات، يحوي على الانتيجين. معامله هذا الانتيجين بانتيبودي مزود من شركات تجاريه. هذا الانتيبودي هو يكون مرتبط اما مع صبغات مناعيه او يكون مرتبط مع انزيمات او يكون مرتبط مع اصباغ خاصه. فبمجرد تفاعل الانتيبودي مع الانتيجين اللي هو اوريدي مرتبط مع النسيج راح يظهر توهج لوني بمجرد تعريض هذا النسيج الى موجات ضوئية معينة او الى تفاعل انزيمي احيانا يحدث ما بين المادة الاساس بعد اضافة المادة الاساس طبعا للنسيج وما بين الانزيم، فراح يظهر تغير لوني. هذا التغير اللوني تقدر انت تعمل له ديتكشن بالمختبر وتحدد هل ان النتيجة موجبة او سالبة. نفس مبدأ الإلايزا، والإلايزا أيضا أكيد كمرت عليكم، نفس مبدأ الإلايزا تفاعل أنتيجين أنتيبودي وبعدين إضافة الإنزيم إضافة السبستريت
نفس المبدأ تقريبا، ما يختلف أي شيء عن الإلايزا، هو المبدأ مناعي واحد ما يختلف. الإميونوفلورسنس، immunofluorescence or immunoperoxidase assay are commonly used to detect whether a virus is present in a tissue sample. These tests are based on the principle that if the tissue is infected with a virus, an antibody specific to that virus will be able to bind to it. راح يرتبط هذا الانتيبودي مع الانتيجين اللي هو مرتبط مع انسجة الشخص المصاب. بهالحالة راح يظهر أي تغيرات لونية، هاي التغيرات اللونية ممكن أنت يعني تعمل الديتكشن بالمختبر باستخدام الاميونوفلوريسنس. To do this, antibodies that are specific to different types of virus are mixed with a tissue sample. After the tissue is exposed to a specific wavelength of light or a chemical that allow the antibody to be visualized. طلاب مبدأ هذا العمل عرفتمه، مبدأ عمل هاي التقنية. طلاب واضحة هذا المبدأ واضح بالنسبة للإميونوفلوريسنس؟ تعيدي أعيده ما تعيدي أوكي أعيده أوكي. أنت عندك نسيج، هذا النسيج مثلا خلينا يعني أعطيك مثال عليه، نسيج من الكبد. الكبد، هذا كبد الشخص مصاب بفيروس هيباتيتس بي. انت اخذت عينه من النسيج، طبعا هو الهيباتيتس بي يتشخص عن طريق الدم، ويتشخص عن طريق يعني السيروم الانتيبودي اللي تكون، او عن طريق مسحه يعني عينه من الدم تشخص البي سي ار. بس اخذته كمثال في حال ما تشخص بالبدايه، ممكن ناخذ كبايوبسي من الكبد. فانت عندك مثلا بايوبسي من الكبد، ايش راح تعمل؟ راح تعمل هاي البايوبسي من الكبد، انت اصلا كنت شك الطبيب بوجود اصابه بهيباتيتس بي. هالاصابه من الهيباتيتس بي، تاخذ بايوبسي من الكبد. هالبايوبسي من الكبد ايش موجود عندك؟ موجود عندك خلايا كبديه، هاي الخلايا الكبديه راح تكون مصابه بهيباتيتس بي، مصابه بالفيروس. الفيروس هو يتضاعف داخل جسم الخليه، فهاي الفيروسات موجوده داخل جسم الخليه. فايش راح تعمل؟ راح تعمل عندك انتيبودي مجهز من الشركة، هذا الانتيبودي يكون سبيسيفيك للهيباتيتس بي. هذا الانتيبودي يتفاعل فقط مع الانتيجينات الموجودة على سطح فيروس هيباتيتس بي، ما له القابلية على أن يتفاعل مع أي نوع آخر من الفيروسات، أو من أي نوع آخر من الانتيجينات. هذا الانتيبودي راح تحضنه مع البايوبسي اللي موجودة عندك، قطعة البايوبسي اللي موجودة عندك طبعا على السلايد، وتحضيرات خاصة يعني عملية تمر بتحضيرات خاصة، يعني تثبيت للنسيج، مراحل تثبيت النسيج هاي يجوز ممكن أختمها بالهيستوباثولوجي. مراحل تثبيت النسيج، بعد النسيج ايش راح يكون بينه؟ مثل ما ذكرنا النسيج راح يكون بينه فيروس، راح تجي تحضن السلايد مع الانتيبودي، تحضن السلايد مع الانتيبودي. ايش راح يحدث هون عندك؟ راح يحدث عملية تفاعل ما بين الانتيبودي وما بين الانتيجين الموجود على قطعة النسيج. يتفاعل الانتيبودي مع الانتيجين الموجود على النسيج. بعد هاي العملية ايش راح تعمل؟ راح تعمل عملية غسل، تغسل الانتيبودي الما مرتبط مع النسيج، راح ينزال مباشرة، راح يبقى عندك فقط الانتيبودي المرتبط مع النسيج اللي هو طبعا كان ارتبط مع الفيروس. هذا الانتيبودي اللي انت فعلت بينه، اللي فعلت بينه النسيج واللي تفاعل مع الانتيجين، هذا الانتيبودي اما راح يكون مرتبط مع صبغات خاصه، او راح يكون مرتبط مع انزيمات خاصه. بمجرد تسليط ضوء فلورسيني باستخدام المجهر الفلورسيني، او امواج ضوئيه معينه باستخدام المجاهر الضوئيه الاعتياديه، راح يظهر في التوهج لوني على سطح النسيج. فمثلا اذا استخدمت انزيم الاميونوبيروكسيديز، بمجرد وجود هذا الانزيم الاميونوبيروكسيديز راح يكون موجود، راح يكون مرتبط مع الانتيبودي. راح نضيف بعد السبستريت بالنسبه للانزيم البيروكسيديز، راح يظهر التفاعل اللوني بمجرد تسليط الضوء علينا، او استخدام المجهر الضوئي الاميونوفلورسن، راح يظهر لك لون تقريبا لون جوزي غامق، براون، دارك براون. هذا الدارك براون هو اللي راح يميز المنطقة المصابة ضمن هذا النسيج، بينما باقي أجزاء النسيج راح تظهر بألوان أخرى، غالبا اللون الأزرق
راح يظهر النسيج باللون الأزرق وراح تظهر مناطق الإصابة باللون الدارك براون. في الحالة راح تأكد النتيجة على أنه هي نتيجة موجبة. هسه هوني أوكي ألو طلاب، واضحة 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 هذه النقطة؟ واضحة ايه أوكي. واضحة This is required، طبعا require specialized antibody. This commercial antibody are usually well characterized and are known to bind to only specific types of virus. هاي النقطة ذكرناها. They are also conjugated to a specialized kind of tag that allow the antibody to visualize in the lab باستخدام مثل ما قلنا كلر خاص او فلورسنت ضوء فلورسيني خاص. المثال عليها هو الاميونوبيروكسيدياز. هالاميونوبيروكسيدياز هذا انزيم البيروكسيدياز بمجرد تفاعله مع السبستريت الخاصة بينه راح يظهر لون يسمى بالدارك براون كلر. هذا الدارك براون كلر هو اللي راح تلاحظه على سطح النسيج. تقنية منشارية أخرى هي تقنية الإلكترون مايكروسكوبي. الإلكترون مايكروسكوبي هي من التقنيات المهمة لغرض تشخيص الفيروسات. بهالحالة راح يظهر لك الفيروس بالشكل الطبيعي اللي هو بالتركيب الطبيعي اللي هو مثل ما موجود هون بصورة هذا الفيروس سابرو فيروس. راح يظهر لك شكل الفيروس، تركيب الفيروس، تفاصيل الفيروس ومعالمه. ولكن هاي الطريقة ما راح تستخدم داخل المختبر لغرض تشخيص العينات المرضية، وإنما فقط يستخدم للأغراض البحثية وللأغراض الدراسية، كونه من الطرق جدا مكلفة ومن الطرق اللي يحتاج لوقت كلش كثير ويحتاج لتحضيرات كلش مكثفة حتى تحضر السلايد وتستخدمه بالمجهر الإلكتروني. فما يستخدم بالطرق الاعتيادية، فقط يستخدم بالطرق البحثية والطرق بالدراسات يعني. الطريقة الأخرى اللي هي الهوست أنتيبودي ديتكشن. A person who has recently been infected by virus will produce antibody. نتيجة تعرض طبعا الجسم لفيروسات مختلفة، الجسم كرد فعل راح يبدأ بعملية تكوين الأجسام المضادة. قلنا الخلية الأساسية المكونة لإنتاج الخلية الأساسية المنتجة للأجسام المضادة مين؟ طلاب دكتور علي السؤال. من الخلية الأساسية اللي ضمن الجهاز المناعي المسؤولة عن إنتاج الأجسام المضادة؟ الاي جي جي لا لا، الخلية اللي تنتج الأجسام المضادة. بلازما سيل البلازما سيل. بس بالضبط، البلازما سيلز هي السيل لاين من البي سيلز، يعني الخلية الأساسية المسؤولة عن إنتاج الأجسام المضادة بالجسم هي خلايا البي ليمفوسايتس. هاي الخلايا البي ليمفوسايتس بعد انه تتعرف على المستجدات وتمر بحاله ماتوريشن تبدا عمليه انتاج الاجسام المضاده، تسمى بهالحاله بخلايا البلازما سيل، بس هي خلايا البي ليمفوسايتس. فكرة فعل طبيعي للجسم راح يبدا بانتاج الاجسام المضاده. تطرح هاي الاجسام المضاده على البلد ستريم ذات سبيشيالي ريكوجنايز ذا فيروس حتى تتعرف على الفيروس. هذا النوع من المناعه يسمى بالهومورال اميونيتي. عندنا نوعين اساسيين داخل المختبر نتحرى عن الأجسام المضادة من خلالهم، هو الـ IgG والـ IgM. الـ IgM متى يتكون طلاب؟ دكتورة بعد ما يتفاعل الاي جي ام وينتهي يبدي بعدين تفعيل الاي جي جي. إيه بالضبط، يعني أول شيء خلال الإصابة الحادة نتيجة دخول الفيروس إلى داخل الجسم بعد أيام معدودة، تقريبا أيام جدا محدودة، راح تبدأ عملية تكوين الأجسام المضادة داخل الجسم. فأول نوع من الأجسام المضادة راح يتكون داخل الجسم هو الـ IgM. الـ IgM هو أول نوع من الأجسام المضادة اللي راح يتكون داخل الجسم خلال الـ Acquired Infection. يستمر تقريبا أسابيع محدودة، بعد هذا راح تبدأ عملية تكوين الـ IgG. عملية تكوين الـ IgG تتكون بعد أسابيع من الإصابة وتستمر أحيانا إلى أشهر أو سنوات أو مدى الحياة داخل الجسم حسب نوع الفيروس وحسب نوع الإصابة. هاي كلها تعتمد على مناعة أو الجهاز المناعي بالنسبة للشخص المصاب. هاي النوع من الأجسام المضادة Both types of antibodies are measured when tests for immunity are carried out. Antibody test has become widely available
It can be done for individual virus باستخدام الإلايزا أساسا. عطنا فحص آخر مناعي، هو فحص الهيماجلوتينيشن أساي. الهيماجلوتينيشن أساي بعض أنواع الفيروسات لها القابلية على أن ترتبط مع خلايا الـ RBC عن طريق المستقبلات الخاصة الموجودة على خلايا الـ RBC. هل ارتباط هذا ما بين الفيروس وما بين خلايا الـ RBC رح يعمل على تكوين خطرة دموية أو agglutination، تجمع دموي؟ هذا التجمع الدموي مباشرة إذا ظهر على السايت راح تقدر تحكم على النتيجة على أنه هي نتيجة موجبة بالفيروس. عادة تستخدم هذه النوع من الاختبارات في الانفلونزا فيروس. الانفلونزا فيروس هو اللي هو القابلية على أن يرتبط مع مستقبلات الـ RBC، فبمجرد أنه تمزج ما بين الفيرال سسبنشن تراكيز معينة مع المعلق من السسبنشن من خلايا الـ RBC، مزج بيناتهم وتحميل فترة جدا بسيطة. بعد هذا راح تلاحظ اجلوتينيشن يحدث ما بين الـ RBC وما بين الفيروس، ممكن تلاحظه عن طريق المجهر، أو أحيانا ممكن تلاحظه عن طريق العين المجردة، تجمعات أو تكتلات من خلايا الـ RBC. هذا الشيء معناها نتيجة موجبة بالفيروس. طلاب هاي هوني الفيروسات كملت، راح نتحول على الفنجو انفكشن. أكم سؤال دكتورة واضحة 20. واضحة. هسه بالنسبة للفنجل انفكشن ما دخلت التفاصيل، لأن هي نفسها تعتمد على الاميونولوجيكال تيست وعلى الدي ان اي تيست، بس بالنسبة لها نوعا ما عينات راح تكون مختلفة، بالإضافة إلى أنه ممكن الساين اند سيمتومز تلعب دور بعملية تشخيص العينة المرضية. فدايجنوزز جنرالي باي ساينس اند سيمتومز مايكروسكوبي، عن طريق الميكروسكوب، فحص عن طريق الميكروسكوب باستخدام صبغات خاصة، بالإضافة إلى البايوبسي. الكلتشر and sometime with the aid of medical imaging، أحيانا بعض المختبرات تبعث على تقنيات السي تي سكان والام ار اي وهاي التفاصيل، لربما تعطي نتائج تدعم نتائج التشخيص المختبري، مثلا التهابات الرئة او التهابات القصبات الهوائية، هي كلها راح تدعم نتائج التشخيص المختبري. Differential diagnosis: some fungal infection can present with fever, cough and shortness of breath therapy resemble of COVID-19. أحيانا بعض العلامات أو بعض الإصابات اللي تشمل الرئة خاصة يعني تتضمن بعض الساين، هاي الساين ممكن تكون تشبه الكوفيد-19 مثل الفيفر والكف والشورتنس. بس أنت هون بهالحالة الميديكال إيميجينج بالإضافة إلى الكلتشر أو البايوبسي، هاي كلها راح تعطي نتائج قطعية 100%. Most common mild mycosis often present with rash، عادة الأمراض الفطرية تكون مصاحبة لطفح جلدي. Infections within the skin or under the skin may present with a lump and skin changeless. Common deeper fungal infection may present with pneumonia-like symptoms or meningitis. حسب نوع الفطر طبعا، قسم منه يسبب حالة النيموني وقسم منه يسبب حالة المينينجايتس. أما الفطريات الجلدية والفطريات اللي ممكن تصيب منطقة تحت الجلد، هاي كلها ممكن تظهر لك بشكل طفح جلدي على سطح الجلد. Mycoses are common by certain virus عفوا fungal yeast and molds. أحيانا الإصابة الفطرية تشمل أكثر من نوع من الإصابات الفطرية، أحيانا تشترك بها اليست والمولت بنفس الوقت. Some fungi that can exist as both molds and yeast. عادة تحدث في الأشخاص المتباطين مناعيا، إذا تلاحظ سطح الفم بالإضافة إلى منطقة اللثة منطقة اللسان، هاي كلها راح تكون تظهر بشكل طفح أو بقع بيضاء اللون. المسبب لهذه الحالة هو الفطر كانديدا البيكانس أو اليست الكانديدا البيكانس، تظهر تقريبا بالأشخاص المتباطين مناعيا أو بمرضى السكري، يكون بشكل طفح جلدي بشكل بقع بيضاء اللون، ما مسببة للألم هي عادة، وأحيانا ما يحتاج يعني فد علاجات، أو ممكن تعالجها عن طريق الأنتيبيوتكس الاعتيادي. هذا المسبب مالته هو يست، ويظهر بالأشخاص المتباطين مناعيا بالغالب.
هذا فيما يتعلق بجانب تشخيص الأمراض الفطرية ما دخلتوا عليهم، لأنكم أصلا ماخذين أمراض فطرية وأيضا ماخذين تشخيصاتها، فما دخلتوا بتفاصيلها، لأن الطرق السيرولوجية والطرق الدي إن إي اللي نعتمدها بالتشخيص هي مذكورة بالجانب الفيروسي. فإذا عدتم سؤال قبل ما ننتقل على الـ Diagnosis of Parasitic Infection. الباراسايتيك انفكشن عادة تشخيص الأمراض الطفيلية يكون إما عن طريق الميكروسكوبيك اكزامينيشن أو عن طريق الأنتيجين أند دي إن إي تيست. أنتيجين أند دي إن إي تيست أخذناها بالفيروسات نفس المبدأ مثل ما ذكرنا ونفس الطريقة ونفس التفاصيل، فقط راح يختلف أدنى الكت المسؤول عن التشخيص، ما راح يختلف أدنى أي شيء آخر، بالإضافة إلى طبعا اختلاف العينة حسب نوع الكائن المسبب للإصابة. أما الميكروسكوبيك اكزامينيشن، بالنسبة للميكروسكوبيك اكزامينيشن تقريبا هون كان عندنا جدول جدا مطول، هذا موضوع اصلا جدا مطول، فدخلت تقريبا 3 عينات فقط من الامراض اللي ممكن تسببها الطفيليات، بلازموديوم ممكن يصيب الدم، الليشمانيا تصيب انحاء مختلفه من الجسم من ضمنها النخاع العظم والطحال والكبد، بالاضافه للغدد اللمفاويه، كذلك الانتمويبا هيستولايتيكا تصيب مرض تصيب عفوا القناه الهضمية. دخلت تقريبا 3 أنواع من الطفيليات فقط، طريقة الحصول على العينة بالإضافة إلى التعامل مع العينة قبل إجراء الفحص، وكذلك الصبغات المستخدمة في تشخيص هذا النوع من الطفيليات. فبالنسبة والجانب الآخر من التشخيص اللي هو الأنتيجين والدي إن إي، هذا نفسه اللي مذكور في موضوع الفيروسات. نوع العينة الأولى اللي هو البلازموديوم، البلازموديوم سبيشيس راح تاخذ ثيك أند ثين اسمي، عبارة عن كابيلاري بلد دم، عينة دم راح السلايد تعمل منه اما ثيك او ثين سمير باستخدام الديسبوزابل لانسيت، عن طريق اللانسيت راح تاخذ عينة دم او عن طريق السرنج راح تسحب تقريبا 5 إلى 10 مل من الفريش انتي كواجوليتد بلد بوجود الاي تي تي اي حتى تمنع عملية تخثر الدم. بتكون العينة هون في الحالة عينة دم هي، بس إما تحصلها عن طريق اللانسيت وتفرشها على سطح السلايد، أو تحصلها عن طريق السرنجة اللي تحوي على أنتي كوأجولنت فاكتور اللي هو الـ EDTA، حجم العينة تقريبا 5 إلى 10 ملي من الفريش بلود. Collect multiple samples during a quiet illness. Prepare smears from capillary or anticoagulant blood within 3 hours after collection. تقريبا 3 ساعات بعد عملية أخذ العينة لازم تجري عملية الفحص 3 ساعات كماكسيموم. تصبغ السلايدات عن طريق باستخدام صبغة الرايت أور جيمسا ستين على الجلاس، الجلاس لازم يكون نظيف وشفاف 100%، على الجلاس راح تصبغ بصبغة الرايت أور جيمسا ستين، راح يظهر لك تفاصيل البلازموديوم الموجود في العينة، العينة في الدم. العينة الأخرى اللي ممكن تستخدمها هي عينة الـ إما مثل ما ذكرنا هوني الأسبريشن بون مارو أو سبلين ليبر أو ليم نود. الفطر عفوا الطفيلي اللي راح تشخصه بهاي العينة هو فطر الليشمانيا اللي يسبب مرض الليشمانيوسيس. مرض الليشمانياسيس سمير اون جلاس سلايد، ايضا تعمل سمير من هالمناطق هذه اللي ذكرناها وتصبغها بصبغه الجمسه او الرايت جمسه او هيماتوكسيلين ايوسين ستين. طلاب الهيماتوكسيلين ايوسين ستين بيش نستخدمه بالاضافه لتشخيص الليشمانياسيس؟ بيش ممكن نستخدمه الهيماتوكسيلين ايوسين؟ هيستوباثولوجي دكتوره، نعم نعم هيستوباثولوجي انسجن مو انسجن. بالضبط، هاي الصبغة الأساسية اللي بتستخدم بالهيستوباثولوجي. زين شلون راح يظهر شكل النسيج أو لونه بالهيستوباثولوجي؟ بنفسجي يعني هيسي بربر بالضبط تقريبا. بالضبط هاي بالضبط بنفسجي ووردي أو مرات يميل للزراق، هالشيء يعني حسب حسب العصر قوتها دكتوره، حسب قوة الصبغ أو الفترة اللي تبقى بيها السلايدات في الصبغة، بس الألوان راح تتراوح من بنفسجي على أزرق غامق على وردي هالحدود هذا. النوع الآخر من العينات اللي هو عادة تكون عينة ستول لتشخيص الانتمويبا هيستولايتيكا،
fresh scrapping or pieces mucus snipped off with a surgical instrument أو عينة الصدور بصورة مباشرة، تخليها بالبيال تقريبا 1 مل، تخليها بالبيال. examine specimen immediately or after fixating and staining، تصبغه بصورة مباشرة بعد الحصول على العينة. use wet mount or fixed staining، إما تستخدم الطريقة الرطبة لغرض عملية تثبيت العينة أو التثبيت باستخدام الصبغات، اللي هو الصبغة المستخدمة هي صبغة الترايكروم ستين. الترايكروم ستين هي راح تحدد لك الأكياس وجسم الطفيلي التروبوزوات والسيست. بالنسبة للطفيلي The stool should be assayed for entamoeba histolytica antigen or DNA لغرض التمييز ما بين، هذا راح يكون more sensitive and can differentiate between ما بين الانتمويبا هيستولايتيكا وما بين الانتمويبا ديسبير and other non-pathogenic amoeba. يعني هاي طريقة الحصول على العينة، هي طريقة ثابتة مثل ما ذكرنا. صبغ السلايدات هي ايضا ثابتة، راح تحدد لك نوع راح تحدد لك فقط على انه اكو اصابة بالانتمويبا. ولكن الطرق المناعية، الطرق السيرولوجيكال بالإضافة إلى طرق الدي إن إي، هاي الطرق راح تحدد لك الأنواع المختلفة للإنتامويبا، وراح تميز لك ما بين الإنتامويبا هيستولايتيكا والإنتامويبا ديسبير، بالإضافة إلى أنواع الإنتامويبا الغير ممرضة الأذر نون باثوجينيك أميبا. Historical information Physical finding and laboratory data may also suggest specific parasitic infection. The diagnosis of parasitic infection was once based on the identification of ova, larva, and adult parasites in stool blood tissue. هاي أنواع العينات اللي ممكن نستفاد منها لغرض تشخيص الطفيليات، اللي هي stool blood tissue. يعني ما نفس العينات اللي استخدمناها بتشخيص الأمراض الفيروسية، مثل ما تذكرون الأمراض الفيروسية شخصناها عن طريق تقريبا 7 أنواع من العينات، الـ CSF والـ nasopharyngeal washing والـ mucus nasal mucus، هاي كلها ما ممكن تستخدمها أنت تشخيص الأمراض الطفيلية. الأمراض الطفيلية تشخص عن طريق الستور والبلد والتشو. إيش ممكن تتحرى عن داخل هاي العينة؟ تتحرى عن الأوفا واللارفا والأدلت باراسايت، يعني تتحرى عن البيوت واليرقات بالإضافة إلى الطفيليات الكاملة، جسم الطفيلي الكامل أو الجسم الطفيلي البالغ ضمن هاي الأنواع الثلاثة من العينات اللي ذكرناها. Or other samples or the presence of antibodies in serum بالإضافة لهذا طبعا جانب آخر من التشخيص اللي هو التحري عن الأجسام المضادة بعينة السيروم. But diagnosis is being beginning increasingly based on identification of parasites antigen on molecular test for parasite DNA. طبعا هاي النقطة منتهية منها، أنه التشخيص الدقيق والتشخيص النهائي والتشخيص اللي خلينا نقول المثالي لتشخيص أي مرض سواء كان فيروسي فطري باراسايت، هو بالاعتماد على السيرولوجيكال تيست بالإضافة إلى الـ DNA. مثل ما ذكرنا طريقة الـ DNA هي من الطرق المكلفة ومن الطرق اللي يحتاج لوقت لغرض التشخيص، ممكن نعتمدها كطريقة ثانية أو secondary test لغرض دعم الـ serological test positive. طلاب لي هون انتهت المحاضرة، إذا عندكم إضافة سؤال استفسار تفضلوا. دكتورة الجدول هذا يعني حفظ لو بس فهم هذا الجدول؟